رئيس الوزراء يشيد بافتتاح مدينة سايلو فودز. الحكومة تنفي زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديدية. ووزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العالمين الجديدة. موجز الأهم وآخر الأخبار من شبكة تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل اجتماع الحكومة اليوم بحدث افتتاح مدينة سايلو فودز المختصة في الصناعات الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بتشريف كريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها بالشكر إلى القوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجي العملاق وفق أحدث المستويات والنظم المالية والنظم العالمية بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائي. شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا بين الحكومة المصرية والحلف التعاوني الأفريقي. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة كفر الشيخ بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب بمحافظة كفر الشيخ. كما شهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الري والمالية والزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث. هذا وقد شهد مدبولي أيضا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية بالمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديدية. ومن جانبها نفت وزارة النقل تلك الأنباء مؤكدة بأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري سواء المكيفة أو العادية ثابتة كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 119 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232179 متعاف. وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 57 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، كما لفتت الوزارة إلى وفاة 10 حالات جديدة. عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التصميمات المقترحة لواجهات الأبراج التي يتم تنفيذها بالمشروع، وكذا مناقشة عدد من الأمور الفنية لدفع وتيرة العمل بهذا المشروع الكبير. تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب تفقد المنطقة الحرة العامة ببورسعيد لمتابعة أعمال تطوير المنطقة لرفع كفاءة البنية الأساسية بها، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الوزراء بالعمل على تطوير المناطق الحرة لإقامة مشروعات توفر فرص عمل حقيقية وتسهم في نمو الصادرات الخارجية للبلاد. وأكد رئيس الهيئة على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة وفقا للجداول الزمنية المحددة. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. إلى اللقاء.